أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. كلنا عارفين أن معظم المنازل عندنا هنا في السعودية بتستخدم فلاتر المياه، الهدف منها طبعا الحصول على مياه نقية صالحة للشرب والطبخ، لكن مؤخرا ظهرت بعض التقارير أو التحقيقات الصحفية اللي بتشير أنه هذه المياه لا تنقي لا يعني ليست خالية من البكتيريا أو الجراثيم، إنما يوجد بها بعض العوالق وبعض الأشياء اللي ممكن تكون جراثيم وبكتيريا وإلى آخره. إحنا حابين نتكلم أكثر في حقيقة هذا الموضوع، لأنه فعلا هو موضوع حساس جدا، وإحنا بنستخدم المياه مو فقط بالشرب أو بالطبخ، إنما نستخدمها في الوضوء والاغتسال حتى للأطفال. لذلك إحنا حابين نتكلم بعمق أكثر بهذا الموضوع مع ضيفنا الكريم بالاستوديو. إحنا معنا اليوم الدكتور فهد تركستاني، أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، حياك الله دكتور. دكتور يعني السؤال شوية يعني بيدور بذهني وبذهن الكثير من الناس، ليش إحنا المياه عندنا بحاجة إلى تعقيم؟ اللي بتصلنا لبيوتنا ليش بحاجة إلى تعقيم، رغم إحنا كلنا عارفين أن المياه هذه قد تستخدم للأطفال، قد تستخدم في الوضوء في الاغتسال في الشرب والأكل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لما نقول ليش إحنا في حاجة إلى فلتر مياه والموية اللي بتجينا مشكوك في أمرها، معناه أننا بنشكك من قدرات المملكة العربية السعودية في محطات التحلية ومحطات المياه وإلى آخره، وهذا الكلام غير صحيح. المياه بتصلنا إلى بيوتنا نظيفة ومعقمة وكل حاجة، لكن المشكلة فيه إحنا ذاتنا. هناك دراسات عملت من الدكتورة نورة آل الشيخ في جامعة الملك سعود، دكتوراه، حصلت على رسالة دكتوراه في الخزانات الأرضية والسفلية، السفلية وش اسمه العلوية، في مازل كثير مننا للأسف يحمل هذا الجانب وهو جانب مهم جدا. دكتورة هواسن مطاوع عندنا في جامعة أم القرى عملت دراسات وأبحاث على البكتيريا الزرقاء الموجودة في الخزانات السفلية. الدكتورة نورة أيضا، في الدكتورة ليلى الصالح حصلت على درجات البروفيسورية في أبحاثها متعلقة فقط في خزانات المياه للمدارس المتوسطة. طب إيش دراساتهم بتشير يا دكتور؟ تشير إلى عدم الاهتمام بتنظيف الخزانات الأرضية وعندنا في المملكة. يعني حضرتك بتقول إنه التقارير الصحفية هذه غير صحيحة، إنه المياه غير نظيفة، أو التقارير بتقول إنه الفلاتر ما بتنظف المياه. الفلاتر، شوفي، الفلاتر مخصصة فقط للأملاح والشوائب، انما البكتيريا ما لها علاقه، ما بتنقيها. في لها اجهزه اخرى زي ما بيصير في زمزم، وزي ما بيصير ايضا في التحليه اللي هي استخدام الاشعه فوق الاشعه فوق البنفسجيه، هذه اللي تقوم بتؤدي بقتل البكتيريا. يوجد على هذه الفلاتر بعض منها، لكن المشكلة إيش اللي حاصلة عندنا نحن في بيوتنا للأسف. نحن أول اندفاعنا إن نشتري جهاز في السنة الأولى أو الثلاثة شهور الأولى أو الستة شهور الأولى، نتقيد بتعليمات الشركة اللي هي المصنعة، تقول لك الشركة كل ثلاثة شهور لازم تتغير الفلاتر. فإهمالنا في قضية الصيانة وفي قضية تغيير الفلاتر هذه يؤدي الى 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 وجود بكتيريا قد تكون البكتيريا المتواجده فيها او الجديده اشد خطر من البكتيريا الاساسيه الموجوده في خزانات المياه. اذا دكتور، الفلاتر لا تنقي من البكتيريا او الجراثيم، الفلاتر تنقي من او تستثني الشوائب وبعض العوالق الموجوده. نعم، هناك في بعض من هذه الفلاتر موجود بس غايه الثمن. والعوالق هذه من فين بتيجي والشوائب؟ من نفس الخزانات؟ هي المشكلة، مشكلة الخزانات، المشكلة الموية اللي بيجينا من محطات المياه، محطات التحلية نظيفة وصالحة للشرب وكل شيء، ولا كانت الدولة ما كانت خسرت هذه الملايين في إنشاء هذه المحطات. المشكلة مشكلتنا نحن، مشكلة الخزانات الأساسية. يفترض إن الخزانات تنظف في السنة مرتين، مرة في بعد انتهاء شو اسمه موسم البراد الشتاء، وثاني مره وايضا بعد نهايه الصيف، لانه البيئه الموجوده في الخزان الاسفل اللي هو الارضي بيئه ملائمه لنمو البكتيريا، رطوبه موجوده، اكسجين موجود، ومياه موجوده، وظلمه موجوده، فكل هذه العوامل متاحه الى انها بتخلق بكتيريا تدخل البكتيريا.
وال 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 وايضا الخزانات العلويه. وتست بسيط انا اعطيه للمشاهد يسويه، يفتح الغطاء ويحط يده من جوه الخزان، حيحصل ماده لزجه. الماده اللزجه هذه هي بكتيريا فطريات موجوده. فين يحط يده؟ في نفس الخزان؟ من اسفل، من جوا، بس مسحه كده، يسوي مسحه بدون ما يروح لمعمل يروح يحلل ولا شيء، بس يسوي المسحه كده، حيحصل ماده لزجه تسير على يده، ماده لزجه. هذه الماده اللزجه هي البكتيريا والفطريات اللي نحن بناخذها. لذلك ننصح بتترسب في الاسفل، بتنمو، ما بتترسب، بتنمو على الجدار، على جدار الخزان نفسه. طب هم لازم قد ايه يتنظف الخزان؟ مرتين في السنه؟ انا يعني كثير من الدراسات تقول لك لازم اقل شيء في السنه مرتين. اوكي، معي اديكي قصه وامني عليها. الدكتور حسني معدن اشترى بيت وقعد في البيت، بعد 5 سنوات من مكوسه في البيت، دكتور حسني معدن عنده زميلنا، جاله الم في بطنه وقعد يتعالج، يقول لي تعالج سنتين زمان. بعدين قال لي يا دكتور انا قريت لك مقال علي انا على الخزانات العلويه والسفليه والفلاتر وما الفلاتر، وانا يقول لي 10 سنوات ما نظفت الخزانات العلويه والسفليه، وكثير من هذا الكلام زيه كثير. أيوه. يقول والله روح جبت الشركه ونظفت الخزان تنظيف وعقمت وكل شيء، الالم هذاك اللي كنت اعاني منه 3 سنوات ما فيش، انتهى. اصبحت الان قال لي فرض علي انه في السنه مرتين لازم انظف الخزان العلوي والسفلي. ليه؟ لانه زي ما يقول لك احنا ما بنشرب مويه، لكن انت بتتوضا، انت بتغتسل، بتستحمى، بتفرش اسنانك، بتسوي اكلك. بعض كثير منهم بيستخدموا شو اسمه للاكل وما الاكل، المواسير البايبس اللي نفسها حقت البيوت هذه ما تدري عنها قديش عمرها الزمني، ايش فيها من ترسبات، من املاح، من بكتيريا، من فطريات، من الى اخره، كثير اشياء، عوامل كثيره جدا. نحن بنلوم نقول لك والله نخاف على المويه، الدوله صرفت ملايين في إنشاء هذه المحطات مش عبث، عشان تعطينا لا مؤاخذة مياه تعلية غير صالحة للشرب ونجيب فلاتر، لا. نحن يعني أنت مع جزئية أنه الناس تشرب هذه الموية، ولا أنت شايف أنه الناس خلاص ممكن تكتفي بالاغتسال؟ لأنه شرب الموية دكتور كمان ما هو شيء عملية سهلة أنه الواحد يشرب موية ويطلع. شوفي، إذا أنت إذا 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 أنت خزانك نظيف، معايا، خزانك العلوي والسفلي نظيف معقم ومتبع الارشادات حقته كل 6 شهور في هذا الكلام، ما عندك تسربات، ما عندك اي شيء من هذا، انا اضمن لك من غير فلاتر اشربي مويه صالحه، لانها مويه بتجيك مويه محلاه. دحين لو انت رحتي محطه التحليه، محطه التحليه اللي عندك من هنا موجوده في جده، وجيتي قلتي له اعطيني لو سمحت كاسه مويه من نفس المويه اللي انت محليها وصالح، قال لك صالحه للشرب، تشربيها ولا ما تشربيها؟ من نفس المنبع، من نفس المحطة، تشربيها ولا ما تشربيها؟ طب المياه المحلاة كلها منها، كل المياه منها، المياه المعباة اللي في هذا كلها منها. ايش اللي بيسووا هم؟ بيشيلوا الفلاتر، بيشيلوا الشوائب اللي جاية عبر المواسير، الأملاح والشوائب الموجودة فيها، وبيعطوك هي. طب باختصار قد ايه تتغير الفلاتر؟ قد زي ما بتقول الشركة، في بعض الفلاتر 3 شهور، في بعض الفلاتر 6 شهور، فاهم كيف؟ حسب الشركة المصنعة وحسب كفاءة الفلتر. دكتور فهد يعطيك ألف عافية، شكرا لهذه النصائح. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، الحديث بالسوء عن الزوج، هل يحمي العائلة من الحسد؟